اسيو كيمتاز بالسردين والخزف والطبخ المغربي المسفيوي والحوت والحلوية، بعض الحلويات الفخار الصيد البحري. و شنو هي الثالثة؟ السياحة شوية. كاين الفخار الحوت وسميتو كاش قالوا لي هذا كاين الصيد البحري وخصوصا السرديل، كاين الخزاف، كيصايبوا داكشي الخزاف بزاف دابا وتفننوا فيه ولاو تيصايبوا شي حوايج مزيانين. الحاجه الثالثه انه فيه المآتير، راه فيه كيفاش تشوفوا كاين قصر البحر، كاين المدينه القديمه راه كلها دايره بالصور، كاين واحد الكنيسه قديمه بزاف دابا راه تيرمموا المدينه القديمه مزيان. الحوت التراث نزيد على اكبر معمل هو الفوسفات. صيد السمك وعندك الفخار والفوسفات، هذو هما ثلاثه الحوايج المعروفه بهم المدينه.